هل هناك دعاء مشروع لمن أراد أن يسعى على لمن أراد أن يصعد على الصفا والمروة؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا واستقبل البيت وهلل الله ووحده، ثم دعا، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله، ثم نزل وذهب إلى المروة وفعل فوق المروة مثل ما فعل على الصفا، يهلل الله ويكبره ويحمده، ثم يدعو بما تيسر له، يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية. نعم، فالدعاء فوق الصفا سنة، نعم، وكذلك فوق المروة سنة، نعم.